للكثير من الناس تعتبر السيارة الاستثمار الأهم الذي نحققه. ما عدا شراء البيت طبعاً، ولذلك من الطبيعي أننا نريد حمايتها بأفضل نظام في العالم للحماية من الصدأ. والمنتج الأفضل للحماية من الصدأ هو CouplerTec. عندما تشتري سيارة جديدة وتقودها بعيداً، سوف تكون عرضة للكثير من العوامل المخدشة والتي تعمل على تآكل وتلف السيارة. العوامل البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، الأمطار الحامضية، مخلفات الطيور، رذاذ البحر، الطين، والعديد العديد من المعادن والمواد الكيميائية الطبيعية. في مناطق كثيرة من العالم يستخدم الملح لإزالة الصقيع والثلج، وهذا يسبب الصدأ، وحتى في المناخات القاسية يوجد الكثير من حالات الرطوبة العالية والتي تسبب الكثير من الأضرار وتسبب التآكل والصدأ. المرشات التقليدية المقاومة للصدأ لا يمكن أن تطبق على كثير من المناطق، وهي جيدة فقط في المناطق التي يمكن الوصول لها. هي لا تقوم بالحماية الكاملة، حتى أفضل أنواع المرشات لا يمكنها الوصول إلى جميع الأماكن. مقاومات الصدأ الإلكترونية تستخدم منذ سنين، وقد أثبتت قدرتها على حماية كل شيء، من الجسور إلى السفن وحتى أنابيب النقل. وتمنع أضرار التآكل المكلفة. نظام الحماية من الصدأ من CouplerTec هو الطريقة الوحيدة المجربة والمختبرة والمثبتة لحماية السيارات من الصدأ والتآكل. فقط CouplerTec الحائز على العديد من براءات الاختراع العالمية، وفقط CouplerTec المجرب والمختبر والمثبت الفعالية. تم تثبيت جهاز الحماية من الصدأ من CouplerTec على مركبات مختلفة الأحجام والأشكال في شركات المناجم، ومن المعروف أن العوامل البيئية في المناجم هي الأكثر تلوثاً في العالم. المركبات التي كانت تدوم لأشهر أصبحت تدوم لسنين، وتحقق مردودات أعلى عند إعادة البيع، شكراً لCouplerTec. شركة ماكس الهندسية من الشركات الهندسية المعتبرة في أستراليا، تقوم بتصنيع وتزويد المركبات وسيارات الحمل بالإضافة إلى ملحقات المعدات والخدمات الساندة لأعمال التنقيب، الطاقة، البنى التحتية والقطاع الحكومي. شركتنا أيضاً المزود الرئيسي لشركة أوركس للتأجير، والمركبات التي نوفرها للشركات العاملة في قطاع المناجم تحتوي الكثير من المواصفات الخاصة والإضافات، وأحد هذه الإضافات هو نظام الحماية من الصدأ الإلكتروني من CouplerTec. إن المعادن والمواد الكيميائية التي تتعرض لها المركبات في بيئة المناجم تسبب الكثير من التلف للحديد، ولذلك من المهم إطالة عمر المركبات باستخدام أفضل جهاز حماية من الصدأ والمتوفر منذ عام 2000. بحدود 5000 مركبة تم تزويدها بجهاز CouplerTec. إن إضافة هذه الأجهزة ساعد بشكل فعال لإطالة عمر هذه المركبات. إن المناجم من أقصى الظروف البيئية الملوثة، وزبائننا يصرون على استخدام CouplerTec. لقد أثبتنا أن نظام CouplerTec فعال. سوف نستمر بتركيب CouplerTec كجهاز إضافي للمركبات حتى تقوم الشركات المصنعة بإضافة CouplerTec كجهاز أساسي. فريق البحث والتطوير لشركة CouplerTec يقوم دائما بتحسين التقنية، وهذا واضح من ازدياد عدد الشركات التي تصر حاليا على استخدام CouplerTec وازدياد عدد العقود لأكثر من عقد. السيارات الحكومية، السيارات عند الشواطئ والتي تتعرض باستمرار لرذاذ البحر أصبحت كلها محمية.
إن نادي ركوب الأمواج الخاص بنا معروف بأنه من أفضل نوادي ركوب الأمواج في أستراليا، ومركبتنا التي نستخدمها عند الشواطئ تقوم بأعمال شاقة لأنها تتعرض لرذاذ البحر والأملاح من المحيطات، وهذه العوامل تزيد التآكل. في السابق المركبات لن تكون تدوم. كوبلتك قام بحل جميع مشاكل الصدى في مركبتنا. إن نظام الحماية من الصدى الإلكتروني من كوبلتك يقوم بالعمل نيابية عنا ويحمي مركبتنا من الصدى والتآكل. وبالنسبة للمؤسسة كمؤسستنا هذه، شيء مهم بالمحافظة على المصاريف باستخدام كوبلتك. وبهذا نتفرغ لعملنا المباشر في حماية الأرواح ودعم الشباب بدلاً من صيانة المركبات. كوبلتك أوقف الصدى والتآكل، إنه أفضل في العالم. أكثر من 500 ألف نظام حماية من كوبلتريك تم بيعه في جميع أنحاء العالم. نظام الحماية من الصدى الإلكتروني من كوبلتريك يستطيع الوصول إلى 100% من سطح المركبة لحمايتها من الصدى والتآكل. إن عملية الصدى تبدأ في فقدان الإلكترونات والتي تسمح للحديد والأكسجين أن يتوحد لتكوين الصدى. نظام الحماية من الصدى الإلكتروني من كوبلتريك يؤمن تدفق الإلكترونات إلى جميع السطوح المعدنية في المركبة. هذه العملية والتي تحدث بفضل التقنية الفريدة من نوعها لكوبلتريك تضمن أنه من المستحيل أن يجتمع الماء مع الحديد لتكوين الصدى. نظام الحماية من الصدى الإلكتروني من كوبلتريك نظيف فعال ويحافظ على البيئة بشكل كبير أكثر من المواد الكيميائية السامة والمرشات. نظام كوبلتريك تم تجربته بصرامة للتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة، وأكثر من ذلك لتشمل مقاييس التوافق الكهرومغناطيسي. التجارب أكدت أن نظام كوبلتريك لا يؤثر على الكمبيوتر الداخلي أو الأجهزة الكهربائية في المركبة. مع كوبلتريك لا داعي للإضافات وإعادة التركيب، ويمكن تحويل النظام من سيارة إلى أخرى إذا أردت. نظام الحماية من الصدى الإلكتروني من كوبلتريك يأتي مع ضمانة كاملة. نظام الحماية من الصدى الوحيد الذي تم تجربته واختباره وإثباته هو كوبلتريك. الجهاز الأفضل عالميا للحماية من الصدى إلكترونيا كوبلتريك.